أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة تركيب البنات أو المقابس الخاصة بتوصيل كابلات الزر الباور الأمامي للكيس. كثيرون منا يغيرون اللوحة الأم أو بطريق الغلط هذه الكابلات تنزع من على اللوحة ويريدون إعادتها إلى مكانها، ولكن لا يعرفون كل كابل أو كل جاك من هذه الجكات الأربعة أين يوضع. هذه الجكات الأربعة أصدقائي هي كابل الباور وكابل الريستارت وكابل الـ HDD أي ضوء الهارد وضوء الباور أو ضوء تشغيل الحاسب. إذا على الحاسب من الأمام نشاهد أن هنالك ضوء خاص بتشغيل الحاسب ككل، أن الحاسب يدور لونه أخضر عادة، وهنالك ضوء لونه أحمر يضيء بشكل متقطع وهو خاص بالهارد ونقل البيانات على الهارد، بالإضافة إلى زر الباور وزر الريستارت. هذه هي الكابلات الأربعة، بالإضافة إلى يوجد بعض اللوحات بداخلها زمور على اللوحة نفسها، وبعض اللوحات الأخرى لا يوجد بها زمور، تحتاج إلى زمور خارجي لكي نسمع صوت الإقلاع أو أي مشاكل أخرى بالهارد. طيب لنفرض أن اللوحة التي بين يدي ها هنا البنات الخاصة بوضع هذه الكابلات، ولكن لنفرض أنه لا يوجد كتابة عليها. أغلب اللوحات يوجد كتابة بجوار هذه البنات، من هو كابل إضاءة الهارد، من هو كابل إضاءة زر الريستارت، كلها موجودة على اللوحة. يوجد بعض اللوحات غير موجود هذه الكتابة عليها أو موجودة بمكان بعيد قد يعني لا تنتبه لمكانه. ما هي الطريقة لمعرفة هذه البنات وكل بن ماذا يعمل؟ بداية أصدقائي لمعرفة بن الباور، وبمجرد أنك عرفت بن الباور عرفت باقي البنات. إذا كما نلاحظ بالرسم التالي ها هنا أمامي، إذا كل جكين أو كل قطعتين نحاسيتين أو حديديتين سوف تكون لأمر معين. إذا عندي اثنتين للباور، اثنتين للريستارت، اثنتين لباور الإضاءة باور ليد، وأيضا اثنتين هنا للهارد. ملاحظة مهمة جدا في باور الإضاءة وإضاءة الباور وإضاءة الهارد، يوجد بالنسبة للليد إذا قطب موجب وقطب سالب. هذه نقطة مهمة جدا سوف نتعرف عليها أثناء التركيب فقط ها هنا. أما بالنسبة لزر التشغيل الباور وزر الريستارت لا يهم القطب السالب والموجب منهما. أيضا بالإضافة للسبيكر أو صوت الزمور عند إقلاع الجهاز يوجد له قطب موجب وقطب سالب، وأيضا لا يهم كثيرا إن كان على القطب الصحيح أو غير الصحيح، ليست هنالك مشكلة، ولكن الأفضل أن يكون على القطب الصحيح. طيب بداية أصدقائي كيف اكتشف زر الباور؟ لأنني بمجرد اكتشافه سوف أعرف أن بجوار الباور بالأسفل بأسفل منه هو الريستارت، إن كان الباور من هنا سوف يكون الريستارت بالأعلى. إذن الريستارت والباور فوق بعضهما قولا واحدا وبجميع اللوحات. بداية أصدقائي أقوم بجلب مفك تماما وأقوم بملامسة هذين القطبين مع بعضهما. نلاحظ أنني عندما لمست هذين القطبين دار الجهاز. إذن دار الجهاز، هذه ملحوظة مهمة جدا. إذن الآن أنا اكتشفت أين هو الباور. نفرض أنني لامست القطبين الأسفليين وهما اللذان دورا الجهاز، إذن القطبين الأسفليين هما للباور. إذن هنا عندي القطب الأعلى هو الباور، أقوم بجلب الجك الخاص بالباور وهو مكتوب عليه باور سويتش، باور سويتش، وأقوم بتركيبه. هو هنا كما تكلمت لن أنتبه إلى القطب السالب أو الموجب أو الأحمر أو الأصفر وما إلى هنالك. كما تكلمنا أسفل منه سوف يكون الريستارت حصرا، أسفل منه سوف يكون زر الريستارت حصرا، أقوم بوضعه. يسألني البعض هنالك بن أو يعني قطع معدنية إضافية، هذه القطع المعدنية الإضافية لا شأن لك بها، اتركها. البنات تكون غالبا فوق بعضها البعض. إذن ها الآن وصلت الباور ووصلت الريستارت دون الانتباه إلى قضية الأقطاب والموجب والسالب لأنه لا يهم. الآن بقيت المهمة الأصعب نوعا ما وهي الهارد والباور وإضاءة الباور. هنا يوجد لدي قطبين
موجب وسالب، ويوجد لدي أيهما للهارد وأيهما للباور. عندك طريقتين صديقي، إما أن تكون بجوار الريستارت وهي قولا واحدا الهارد، تمام، ولكن أعتقد أن بعض الكيسات لا تأتي هكذا، ولكن الأغلب، أنا أقول عن الأغلب، الريستارت بجوارها الهارد والباور بجوارها الباور ليد، ولكن البعض لم يكن هكذا. سوف تقوم بالتجربة التالية، ألا وهي سوف تقوم بجلب هذا القطب للهارد مثلا ووضعه على أحدهما، لا يهم، وانتبه إلى قضية مهمة جدا، أن دائما القطب الموجب للخارج وليس للداخل، القطب الموجب دائما للخارج لهذا المكان حسب الرسم ها هنا، دائما القطب الموجب بنهاية البنات، ولن يكون القطب الموجب من هذا المكان من الداخل حصرا من الخارج القطب الموجب. وملاحظة مهمة صديقي، لا تخف حتى لو وضعته بالعكس لن يؤثر، الموضوع بسيط جدا، هو أن الإضاءة في أمام الكيس لن تضيء، فقط لا تخف، لن يحترق الضوء ولن تحترق اللوحة الأم إذا عكست هذين اللونين، الأمر أنه لن يضاء الضوء. طيب، إذا أضع الهارد بداية، وكما تكلمت القطب الموجب حصرا إلى خارج البنات، وضعته ها هنا، وأقوم بتشغيل الحاسب. عندما أقوم بتشغيل الحاسب إن لاحظت أن الضوء الأحمر ظل مضيء بشكل مستمر، إذا هو هذا الضوء الباور تماما، لأن ضوء الهارد يشعل ويطفئ بشكل متقطع، إذا ليس هو. أما إذا كان فرضا ضوء الهارد وضعته وأصبح يعني يضيء ويطفئ بشكل متقطع، إذا هذا هو ضوء الهارد الصحيح. مجرد وصل ضوء الهارد فبالنهاية يوجد قطب أخير، ألا وهو البوار ليد، وهو إضاءة البوار، وكما تكلمنا القطب الموجب إلى الخارج، القطب الموجب إلى الخارج كما تكلمنا، وليس من المنتصف بين اللدات إلى الخارج القطب الموجب. هكذا انتهينا من وصل البنات الخاصة بزر الباور، زر الريستارت، إضاءة الباور، وإضاءة الهارد. طيب انتهينا منها. الآن ماذا يوجد لدي؟ أيضا يوجد لدي السبيكر أو الصوت الزمور الخاص بالجهاز. نلاحظ يوجد لدي هنا أربعة أقطاب بجوار بعضها، وهي خاصة بالسبيكر، ويوجد تحتها عبارة سبيكر، البعض لا يوجد تحتها، تحاول البحث عليها في اللوحة. وهنا كما تكلمت لا يهم الموجب أو السالب، لأن الصوت سوف يخرج من الجهاز. انتهينا أصدقائي من وصل الباور والسبيكر. في درس سابق على القناة أنا صراحة شرحت عن قضية اليو اس بي وطريقة توصيل بنات اليو اس بي، يمكنكم مشاهدتها على القناة. الآن انتهينا، يمكنني الآن تجريب الجهاز. سأقوم الآن أصدقائي بتشغيل الجهاز للتأكد من أن زر الباور في مكانه، وزر ضوء الهارد في مكانه، والريستارت يعمل. نلاحظ أن زر الباور أو ضوء الباور يعمل بشكل مستمر، وضوء الهارد ديسك يعمل بشكل متقطع، بالإضافة إلى أن زر الريستارت موجود أكيد، وزر الباور يعمل بشكل الطبيعي. هذه هي الطريقة أصدقائي الخاصة بتوصيل البنات الخاصة بتشغيل الحاسب وإضاءة الحاسب. سوف أعيد أكرر أن في حال كشفت زر الباور عن طريق لقطه بقصره عن طريق مفك سوف يعمل الحاسب، إذن هذا زر الباور، قولا واحدا أن الريستارت سوف تكون أسفل منه أو أعلى منه حسب توضع زر الباور، وبالجوار الريستارت سوف يكون ضوء الهارد، وأعلى منه سوف يكون ضوء الباور ليد، أو بالعكس يمكنك تجريب ذلك عن طريق الضوء الذي سوف تضعه عليه ويظهر لك أنه متقطع أو غير متقطع، وقولا واحدا أن القطب الموجب هو للخارج بنهاية البنات، وبالإضافة لقضية السبيكر، ولا يهم السالب من الموجب بقضية وصل السبيكر. شكرا لكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.